أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون. هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا، وعلى كل العقبات تنصرنا، والصحراء الصفراء تخضرا، وساعدنا بإيدنا نطورا. بسم الله على الله توكل، حددنا هدفنا وسكتنا، بإيدينا احنا هنزرع عقولنا، واللي بينوي بجد بيقدر لما يهل الخير ده ويكتر. نملك قوتنا وحريتنا، لما يهل الخير ده ويكتر، نملك قوتنا وحريتنا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقة النهاردة دي أول حلقة لينا في العام الجديد 2021، كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يكون عام سعيد، وربنا سبحانه وتعالى يزيل عننا وباء أو جائحة كورونا على خير بإذن الله. وأول حلقة في عام 2021 إن شاء الله هتكون حلقة مميزة، وعن استثمار جديد ومهم ممكن نكون اتكلمنا فيه قبل كده، لكن في برضو الكثير من التساؤلات من السادة المشاهدين ومن الراغبين في هذا الاستثمار. هذا الاستثمار هو الاستثمار في طحالب، أو في الطحالب خاصة طحالب سبايرولينا. الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت انتشر مفهوم جديد أو استثمار جديد، وهو الاستثمار في الطحالب خاصة في الأراضي الجديدة، الأراضي الغير صالحة للزراعة، بعض مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان. في رواد لهذه أو لهذا الاستثمار في مصر، وبدأوا قبل ما كل الناس تبدأ وقبل ما كل الناس تعرف يعني استثمار في الطحالب. وإحنا معانا أحد أهم رواد الاستثمار في الطحالب في مصر، ورئيس شركة نور الهدى للاستثمار الزراعي الأستاذ حاتم الكومي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، ربنا يخلي حضرتك. في البداية احنا عاوزين نعرف من حضرتك والسادة المشاهدين، حسب الرسائل اللي وصلتنا والاستفسارات اللي وصلتنا والتساؤلات الكتير اللي وصلتنا، عاوزين نعرف بصورة عامة مفهوم الاستثمار في الطحالب، وتواجد هذا الاستثمار في العالم، وبدأ امتى، معلومات خلفية عن هذا الموضوع. لا، هو الاستثمار في الدكة الطحالب بدأ من في أول السبعينات وانتشر على مستوى العالم. في بعض الدول زي جنوب شرق آسيا من قديم الأزل هما بيتناولوها ودخلها في النظام الغذائي بتاعهم، الأهمية الغذائية والعلاجية ليها. في أوروبا وأمريكا بدأوا يهتموا بيها من السبعينات. كان في الأول بيتم الاعتماد على الاستخلاص من المصادر الطبيعية، لكن مع زيادة حجم الطلب اتجه لإنشاء المزارع التجارية. هنا في مصر قعدنا فترة طويلة جدا مجال المحصول داخل مراكز البحث العلمي، فئة معينة من التكاترة المتخصصين بس اللي عندهم خلفية عن الموضوع. لقناعاتنا الشخصية ورؤيتنا إن المستقبل للطحالب إنها أسرع أنواع الاستثمار، العالم أكثر احتياجا لها في ظل محدوديه الموارد، سواء في انتاج الغذاء او انتاج الادويه او انتاج الاسمده او الاعلاف. في النهايه بيكون الحل لاي دوله مواردها محدوده او عندها مجموعات من الاراضي غير صالحه للزراعه وعندها مصادر مياه صالحه للاستخدام. فحبينا ندخل هذا المفهوم في الاستثمار في الشرق الاوسط. امتى بقى بدا ينتشر في مصر، وامتى بدا فكره الاستثمار الناس بتسال عليها زي دلوقتي، فكره الاستثمار في الطحالب الناس تسال عليها وحابه تستثمر فيها، وخاصه شركتكم يعتبر شركه نور الهدى من اولى الشركات، او حضرتك من اولى الشركات اللي اشتغلت في هذا المجال وبدات تنشر فكره الاستثمار في الطحالب؟ بدانا بانتاجنا مزارعنا الشخصيه. احنا قعدنا من 2016 بننتج في مزارعنا الخاصه. الانتاج بتاعنا كان مغطي السوق. لما احنا اتجهنا اللي حصلنا على تسجيلات، وسواء مع هيئه سامه الغذاء او من وزاره الصحه،
فبدأنا نتجه ان احنا لازم يكون عندنا حجم انتاج اكبر من اللي هو موجود. فده المفهوم اللي خلق انواع من انواع الشراكة علشان ننشر المفهوم على مستوى مصر. طالما احنا كنا شغالين في هذا المجال لوحدينا فالدايرة مغلقة، متابعنا بس المهتمين بالمجال. ف يعني احنا شفنا لان في رغبة في الاستثمار عند عامة الشعب، في رؤوس اموال موجودة دلوقتي، في رغبة لاتجاه العمل الحر، ولكن بيكون في مخاوف عند الناس للدخول في مجال الانتاج الناس والبزنس، خايفه تدي فلوس، لازم يكون حاجه مضمونه في 100% حاجه تستثمر فيها. وطبعا في بعض القطاعات حصل فيها اكتفاء زيادة وتشبع، وطبعا الناس متردده انها تخش فيها. فكان الفكره ان احنا نخلق مجال جديد بحيث الاستثمارات تتجه له، وفي مقابل ان كل انسان ما عندوش خبره، خايف موضوع التسويق، فلما يخش مع شريك بالفعل عنده خبره في الموضوع وعنده قدره وعنده جهاز تسويق شغال موجود له، عنده شركه خاصه بتسويق الكتروني، عنده سلسله محلات خاصه بيه، عنده تسجيلات اوريدي موجوده من وزاره الصحه، يلحق في تسجيلات اخرى مش غيرنا في الادوار البطاريه حاليا والاسمده. فهيكون هذا النوع من انواع الشراكه هيكون هو مثمر للطرفين، ومش هيتحمل تكاليف التسجيل ولا انشاء شركه ولا انشاء اي حاجه، هو بس بيستثمر فلوسه في مكان مضمون وعنده الخبره انه يشغل الفلوس دي. اكيد ان هو بيكون مع شريك متحمل عنه الريسك، ضمنه تسويق المنتج، بينقل له خبرته، وفي نفس الوقت بيكون خلال الفترة اللي هو بيكون معانا لا ممكن ننقل له كل الخبرة، بحيث فترة معينة نأهله سواء كان شاب صغير أو كان شخص معين لسه راجع من الخليج ومفيش فرصة عمل له مناسبة، فهو عاوز يخش في مجال البيزنس، ونتيجة غيابه فترة طويلة عن مصر أكيد ما عندوش خبرة بالوضع الحالي. إيه الاستثمارات الناجحة اللي ممكن تفيده لما يرجع هنا في مصر مثلا، مش عارف ما عندوش خلفية، إيه الحاجة المفيدة بالنسبة له اللي يستثمر فيها الفلوس؟ في الفكرة هي نوع من أنواع الشراكة مع بعض فيها مكسب الطرفين. طيب أنت قلت حجم، في اتكلمت عن الريسك، والريسك بالنسبة للمستثمر أو معدل الأمان والخطر في الاستثمار ده من أهم الأمور بالنسبة لي المستثمر او الراغب في الاستثمار. فحجم المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المستثمر بصوره عامه في الطحالب مقارنه بالزراعه او المحاصيل الزراعيه اللي احنا بنزرعها او الزراعات المختلفه او الاستثمار الزراعه بصوره عامه؟ الانتاج الطحالب بيتم داخل صوب ونظام كلوز سيستم كامل، فما نتحكم طوال السنه في درجه الحراره والرطوبه وشده الاستضاءه. لو شفنا اي مخاطر ممكن يتعرض لها مشروع الطحالب، هدف في مقابل لا قدر الله في أسوأ الاحوال وحصل اي اصابات في الحوض، فاحنا مش بناخد فتره اكتر من شهر وبيتم اعاده تشغيل الدوره من جديد، بخلاف اي انواع تانية من انواع الزراعات او الاستثمار الزراعي ممكن لازم نستنى سنه كامله او موسم على الاقل، موسم كامل 12 شهر لغايه ما نقدر نستعيد. تاني حاجة ان الشخص لو بدأ في اي مشروع بدأ بمحدودية قدراته سواء المالية والفنية، في لحظة معينة ممكن يتعرض لمشاكل وما يلاقيش حد يسانده. لا احنا كشركة نحن عندنا طاقم كامل من السادة الدكاترة والسادة الاستشاريين موجودين في متابعة، في عندنا فريق سواء من الناحية الفنية او من الناحية الانشائية متخصص في الموضوع، فبنوفر لأي مستثمر جديد بدل ما انت تكون شغال بقدراتك او انت معتمد على انك هتتصل بشخص معين وتستنى منه استشارة، لا احنا في ناس 24 ساعة موجودين، اي مشكلة في اي حاجة تصادفك هيكون عندهم استعداد، انت عندك دعم فني كامل. غير لو بدأت مشروع لوحدك هتكون انت معتمد على قدراتك، معتمد على صفة ودية من بعض الناس ممكن يساندوك او ممكن يتهربوا منك. فدي الفرق بيننا وبين اي حد، اللي هو فريق الدعم الفني كامل موجود، عندنا اداره تسويق قويه، شركات تسويق متخصصه، عندنا شركه تصدير خاصه بالتصدير.
فهي فكره تنظيم العمل، وكل اداره او كل مجموعه متخصصه في جزئيه معينه من العمليه الانتاجيه، من حيث زراعه، من بدايه انشاء الصوب والاحواض وزراعه الطحالب، انتهاء الى البيع للمستهلك النهائي في المحلات او عن طريق ابلكيشن موبايل او اونلاين. ايه المراحل بقى، ايه مراحل الاستثمار؟ يعني هنبدا لو حد هيستثمر او مع حضراتكم، من هتبدا من امتى او منين عمليه الاستثمار وتنتهي لايه؟ يعني من اول مرحله لاخر مرحله. لا، من البدايه هو الشخص نفسه بيخش بيكون في لقاء مع فريق تسويق، بيحدد قدراته الماليه برغبته، مدى توافر الارض بالنسبه له. لكن هي بس في نقطه بحب اوضحها، ان احنا نتيجه توفير الوقت والمجهود احنا بناخد في الاراضي اللي هي طريق على طريق مصر اسكندريه الصحراوي فقط، بحيث ان يكون عندنا قدره على 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 على, على, على الانتقال، في حين برضه يعني دي في محاله حاليه، لكن برضه في اجراء بنتمه دلوقتي مع احدى الشركات، هيكون هذه الشركه برضه متخصصه انها تكون وكيل لينا في الصعيد، وهنبدا في محافظه اسيوط، هنعمل برضه على مساحه واسعه هناك، ويكون كل الاهالينا اللي في الصعيد اللي يلغوا هذا المشروع هيكونوا موجودين في هذه الارض في اسيوط. طيب، نقطه مهمه جدا وهي حجم الانتشار الخاص بالاستثمار في الطحالب في مصر، سواء حضراتكم او الشركات التانية او المستثمرين. هل فكره الاستثمار في الطحالب انتشرت على نطاق واسع في مصر وبتنافس محاصيل تانية دلوقتي، ولا لسه ما زلنا في طور ان احنا لسه بننتشر؟ لحقناه في 2019 وفي 2020 رغم جائحه كورونا والمشاكل اللي اتسببت فيها لكل الاقتصاد العالمي، لكن كان معدل زيادة الانتاج ومعدل المعدلات المساحة زادت فيها، شايف انها بكل المقاييس هي نجاح كامل جدا، وهو مرض لينا كمرحلة اولى. ولكن احنا باذن الله تخين في مراحل تانية، بننتقل بقى من مساحات الاراضي اللي هي 100 فدان او 200 فدان الى ان شاء الله 3000 فدان و5 فدان، دي ان شاء الله خطتنا في 2021. دايما لما بنتكلم في الاستثمار في الطحالب بنتكلم على طحالب سبايرولينا بالذات. ليه الاستثمار في الطحالب بيقتصر على الاستثمار في طحالب سبايرولينا؟ لانها اكثر شعبيه على مستوى العالم، انها بتخش يعني في بعض انواع الطحالب بتخش في بعض انواع الادويه وبعض المركزات، فتكون الانتاج بتاعها مخصص لانتاج وظيفي اكتر. لكن أسوينا بتخش كمكمل غذائي في الغذاء اليومي، مش شرط يكون بتعاني من اي مرض، مش إيه. لكنها هي مقوي عام، بتمد في كل الفيتامينات والمعادن، وبالتالي فهي شريحه المستهلكين ليها واسعه، لان انت بتدخلها ضمن برنامج الغذاء اليومي ليك، زي ما بندخل معلقه عسل في اليوم في غذائك، زي ما بندخل فصين توم، زي بعض الحاجات اللي هي بتبقى غذائيه مقويه ليك، وخصوصا بترفع المناعه، فهي اكثر شعبيه واكثر طلبا في العالم. يعني احنا ممكن نقارنها بالعسل والفصين توم في القيمه الغذائيه بتاعتها؟ اكيد هي بنفس القيمه، يعني يكفي ربور حضرتك ان 5 جرام من بنفس القيمه 5 جرام منها بتمدك بكل الفيتامينات والمعادن. 5 جرام يوميا، حتى يعني الاخوه المسيحيين والنباتيين اللي بفترات معينه بيرفض تناول البروتين الحيواني، لا، الاسمنه فيها 70% بروتين، فبتكون في الفترات دي هي مصدر هام للبروتين بالذات للفترات الصيام او فترات عدم تناول البروتين. طيب، في سؤال مهم جدا وده ممكن الناس كلها بتساله، وهو ليه احنا نستثمر في طحالب او في الطحالب بسرعه عامه؟ ايه المميزات الخاصه بالاستثمار في الطحالب، سواء في استهلاك الميه، سواء في الانتاج بتاعها، وسواء في التكلفه الخاصه بيها، يعني مقارنه بالاستثمارات الثانيه في قطاع الزراعه او في القطاعات الاخرى؟ اول ميزه هي ميزه رياده الاعمال. اي نوع استثمار جديد اللي بياخد المبادره بياخد القرار بيحقق مكاسب كبيره لغايه انتشار الفكره. فاول ميزه في استثمار الطحالب هي ميزه رياده الاعمال والمبادره. تاني ميزه ان هي اسرع دوره انتاجيه.
وهتكون بالتالي اسرع دوره استرداد راس مال. الميزه الثالثه ان حجم الانتاج اللي طالع ملوش استخدام واحد. الانتاج انت تقدر توجهه الى جميع مجالات الاستهلاك الانساني. سواء المكملات الغذائيه، سواء مستحضرات تجميل، سواء ادويه بيطريه، سواء اعلاف، وفي برضو الوقود الحيوي. فبالتالي مهما بلغ حجم الانتاج بتاعك، لو عندك حسن اداره وعندك فريق تسويق متخصص وفريق مبيعات، يقدر يدخل حجم منتجات لا نهائيه ويقدر يوزع ويغطي السوق المصري والعالمي بدون ما يحصل حاله تشبع، لانها في النهايه احنا بننتج منتج اورجانيك طبيعي بيلبي احتياجات فيها حجم تزايد الطلب على عليها كبير. المنتجات، يعني حضرتك ذكرت منتجات مستحضرات تجميل، مصنعات غذائيه وغيرها، قد ايه او اعداد المنتجات او كميه المنتجات بالارقام اللي ممكن تنتج عن الاستثمار في الطحالب او منتجات الطحالب بسرعه، حوالي كم منتج؟ لا نهائي، انا لو بنتكلم بس على المستوى الغذائي، لا في السوق العالمي في حوالي 70 منتج مش مكملات غذائيه ولكن مكملات يعني اغذيه. 70 يعني في مكرونه بالاسبوينه، في شوكولاته، في حمصيه بالاسبوينه، انواع الشوربه، بيطلع مستحضرات تجميل برضه حوالي 15 منتج، ما بين معجون اسنان، ما بين طلاقه اظافر، غير ماسك للوجه، ماسك الشعر، شامبو، شاور جيل، صابون. طب انتوا كشركه في كم منتج؟ 9 منتجات موجودين. 9 منتجات. واحنا معانا كمان، يعني صورنا مع حضراتكم في ورجانو، واحنا معانا على الهواء دلوقتي ده منفذ لبيع منتجات طحالب سبايرولينا، وشفنا الحقيقه يعني في اقبال من الناس، وقابلنا احد او الاباء للطفل المصاب بالتوحد وكان بيشتري سبايرولينا، والحقيقه كان بيشكر في المنتج بصوره كبيره جدا. زي ما احنا شايفين ده في عباس العقاد في مدينه نصر، وكل المنتجات اللي فيه اورجانيك، يعني كل العالم دلوقتي يا دكتور بيتجه للزراعه الاورجانيك، للطعام الاورجانيك، للزراعه النظيفه بصوره عامه، فطحالب سبايرولينا بتوفر لنا هذه الميزه. العالم كله بيتجه الاورجانيك، لان بالفعل احنا عشنا في وهم او وهم او كذبه ان الزراعه الاورجانيك اكثر كلفه من الزراعه التقليديه. لو حسبنا صحه الانسان، هنلاقي في النهايه ان اي قله انتاج، يعني سواء قله الانتاج او ارتفاع تكلفه الزراعه الاورجانيك، هي في المقام الاول استثمار في صحه الانسان، وبالتالي مفيش تكلفه زياده على المجتمع. جميع انواع الاسمده وجميع انواع المبيدات والحاجات اللي احنا بنستخدمها اللي بتضر الانسان في المقام الاول، احنا بندفع الفاتوره في الصحه وفي العلاج اضعاف اللي كان ممكن نستثمره في مجال الزراعه الاورجانيك، ونوفر صحه سليمه للانسان. طب احنا بمناسبه الزراعه الاورجانيك والمنتجات الاورجانيك، معانا الدكتور محمد فتحي سالم، استاذ الزراعه الحيويه. دكتور محمد اهلا اهلا بحضرتك، يا رب حضرتك تكون بخير. احنا بنتكلم في موضوع مهم جدا، ومعانا الاستاذ حاتم الكومي، وهو احد رواد الاستثمار في الطحالب، واكيد حضرتك يعني في علاقه باعتبار ان حضرتك ايضا احد رواد الاستثمار في او الزراعه العضويه الاورجانيك. عاوزين تعليق من حضرتك على هذا الاستثمار ونتائجه في منتجات اورجانيك خاليه من اي كيماويات مفيده لصحه الانسان، من خلال دراسات وابحاث حضرتك في مجال الزراعه النظيفه. بحيي مهندس نجم الاول، وبشكره على الترند اللي هو عامله في مصر لموضوع الطحالب، ده من الناس الرواد اللي دخلوا موضوع الطحالب عن طريق التجاري في مصر بصوره تقدر في المشاريع التجاريه لشباب الخريجين. دي واحده. الثانيه، انا بحيي مهندس حاتم على انه قال دلوقتي ان هو نزل المنتجات دي للسوق، فالبحث العلمي عايز الشعبان تطبيق وينزل للمواطن عادي كمنتج او كبرودكت يعني. ودي معادله نجح فيها حاتم الكومي من كلام حضرتك لما شفته دلوقتي. الثانيه، انا بس عايز اقول لمهندس حاتم الكومي، احنا عايزين نتجه من الزرورينا في موضوع الفود ستاف، نتجه بالزرورينا
في مجال صناعه الدواء دي تفرق كتير جدا. الشعبان انت عارف انت بتكلمني قدامي فايل اهو موجود. الالمان عندهم في الصيدليات حاجه اسمها اسبيرولاين. الاسبيرولاين دي ال 100 كبسوله ب 26 يورو. الكبسوله الواحده 750 ملي جرام ماده فعاله للبروتين تابلت. دي الدورينا بالسيلينيوم ودي بتنتج بصوره اورجانيك سيلينيوم. دي مرض الزهايمر. دراج موجود مسجل في الاي سي دي اي وده ينقل اللي بيعمله حاتم الكومي لنقله ثانيه كبيره قوي. في سبيرولينا بالجنسن، جنسن اورجانيك وسبيرولينا وعبوه. العبوه بره الصداع باراوند 24 يورو ما يكون من 50 كبسوله بس كلها صناعات دوائيه ناتجه على السبيرولينا. السبيرولينا بتنتج بصوره اورجانيك وثانيا بصوره اورجانيك وتعمل لاين لدمج الاثنين دول كفوت بالانتقام الغذائي. يفرق معانا كتير جدا يا استاذ شعبان في صناعه الدواء في مصر. ايوه كمان المهندس حاتم كان بيتكلم في ان فعلا في دلوقتي اتجاه في الشركه لتسجيل اعتقد ادويه في مجال الادويه البيطريه تقريبا. لا طب بيتكلم على الادويه البشريه. احنا خدنا ترخيص كبسولات من هيئه سلامه الغذاء. كبسولات الدكتور بيتكلم على مرحله متقدمه باذن الله بالتعاون معاه. بقول يا دكتور ان شاء الله بس حضرتك نلتقي قريبا وكل الملفات دي نفعلها سوا ان شاء الله. انا مقصر معاك والله وبعتذر لك قدام الناس كلها في مصر اهو. انا عارف التقصير من عندنا بس تعينا معاك بالبركه في الوقت يا رب. ويبقى ده المفروض الشغل يغطيه الاستاذ تعبان كمان في تعاون ما بيننا مسلم بمشيئه الله. ان شاء الله يا دكتور انا معاكم يعني باذن الله بس ناخد خطوه ان شاء الله. ربنا يخليك ربنا يخليك. طب حضرتك يا دكتور يعني شايف مستقبل الاستثمار في الطحالب في مصر باعتبار ان حضرتك يعني مع الفلاحين وقريب من المزارعين و هذه الفكره يعني ممكن تنتشر بين الفلاحين مصر والمزارعين وشباب الخريجين ومتفقين في المشروعات القوميه زي المشروع مليون ونص مليون فدان خاصه ان منطقه زي المغرى مثلا فيها مشاكل كتير فيما يخص درجه الملوحه. اللي عامله وانت حاتم ده هو نوع واحد بالطحالب احنا بنسميه بلو جرين الجي. طحالب خضراء مشرقه لمنها السيرولينا. في طحالب ثانيه بنيه بنسميها ريد الجي وبراون الجي. في انواع طحالب كتير يا شعبان وكلها لها استخدامات في الزراعه الاورجانيك ولها استخدامات كمكملات غذائيه وصناعه الدواء. كل منطقه في طحالب تعيش ميه عذبه، طحالب تعيش ميه مالحه. كل نوع له سيستم في زراعته وفي انتاجه. اما انا بنصح مهندس حاتم وهو جاي يعمل نقله نوعيه للمشروع يعمل سبيرولينا انفارماسي في الصيدله. يعني انا بناشد اي حد بيشتغل في مشروع فيه ابتكار لازم يمعظم القيمه المضافه من من من, من المشروع بتاعه. ومهم قوي ان احنا بنزرعها بس نزرعها باسلوب علمي بصوره اورجانيك بعيد عن الكيماويات بحيث ان احنا نقدر المنتج ده يكون اورجانيك سيرتيفايد ويبقى قيمه مضافه لاي مشروع واي مستثمر. انا بشكر حضرتك جدا دكتور محمد فتحي سالم. ربنا يخليك يا شعبان. استاذ الزراعه الحيويه ان شاء الله يكون في لقاء ثنائي مع حضرتك ومع المهندس حاتم ونشوف نحط خطه وفكره ان شاء الله نتابعها خلال الفتره الجايه. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه ووزير زراعه الغلابه. شكرا جزيلا لي. نرجع للبشمهندس ل يعني في ناس كتير بتسال وده اسئله وردت في البرنامج من خلال حلقاتنا السابقه عن الاستثمار في الطحالب وهو ايه الضمانات اللي بتوفرها شركه نور الهدى لهؤلاء المستثمرين. واحد انا معايا مبلغ مالي وبحطه مع حضراتكم علشان استثمر معاكم، ايه الضمانات اللي ممكن اخدها من الشركه علشان استثمر معاكم؟ هو عقد الشراكه يعني احنا بنعمل استثمار مشترك مع بعض وبالتالي فهو بالتالي هو بيتكلم على العقد بيتكلم على كل البنود. وطبعا هو اكيد اي انسان بيكون له محامي بتاعه استشاري قانوني فيتكلم على العقد. يعني كل الضمانات بالنسبه لكم انتوا بتوفروها للمستثمرين. هي حسب القانون المصري في شركات تسمى شركات المحاصه اللي بتكون في اعاده اتفاق بين 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 بين, بين, فرد بين فردين بغرض اقامه مشروع محدد لفتره زمنيه معينه. ده الاتفاق احنا بنمضيه سوا مع بعض. دلوقتي من اهم المشروعات الزراعيه الموجوده هو مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وفي بعض المناطق بتعاني من أزمة الملوحة في الكثير من المحاصيل ومعظم المحاصيل لا تصلح للزراعة في هذه الأراضي. يعني فرص النقل هذا الاستثمار في الطحالب إلى مناطق مشروع المليونس ومن فدان خاصة منطقة المغراء فرصها هتكون إيه، وهل في خطة لدى الشركة أنها تروح في هذه المنطقة أو مناطق تانية شبيهة بها خارج المشروع أو داخل المشروع؟ بالفعل أنا تقدمنا لشركة الريف المصري بمشروع على مساحة 2400 فدان لاستزراع الطحالب واستزراع الجمبري واستزراع محاصيل علفية تتحمل الملوحة. المشروع هيبقى متكامل، مدينة زراعية متكاملة، هنعتمد في النهج الأول في المنتج الطحالب والجمبري، ويضار بمفهوم أزير وست، بحيث أن هذا المشروع لا نستنزف أي موارد طبيعية خارج مساحة الأرض. هيتم إنتاج الطاقة الكهرباء من الأرض، هيتم إنتاج الأسمدة من الأرض، هيتم إنتاج العلاف من هذه الأرض. لا إهدار نقطة مياه واحدة، نقطة المياه الواحدة هيتم استخدامها في كذا 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 استخدام، كذا استثمار. مفيش مخلفات نباتية، مفيش مخلفات حيوانية، كله بيدار في منظومة متكاملة زيرو ويست. بحيث ان احنا باذن الله احنا في انتظار توقيع العقد ان شاء الله والموافقه النهائيه على المشروع. ده هيكون نموذج ان منطقه المهره اللي هي حتى هذه اللحظه تم تخصيص اعتقد حوالي 200,000 فدان فيها، الناس كلها بتصادفها مشاكل بسبب ملوحه الميه. لا، احنا بنقدم نموذج بنخلي الميه المالحه والملوحه العاليه الموجوده في المنطقه بدل ما تكون نقمه لا هتكون نعمه، وتتعمل عليها مشروعات زراعيه هتحقق قيمه مضافه اكتر اضعاف اي مشروع تقليدي للزراعه التقليديه. ساعتها الناس هتجري ورا الميه المالحه، مش هتجري ورا الميه العذبه. يعني هيتيجي الفتره ان احنا مش هتمثل بالنسبه لنا مشكله المياه المالحه ودرجه الملوحه العاليه في المغرى عائق في الاستثمار في هذه المنطقه. مصر دوله الخير كلها، وانا لا اعتقد ان لا يوجد مكان في ارض مصر الا الخير يطلع منه باذن الله. وكل حاجه لها 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 استخدام، كل حاجه ليها ميزه وليها موقعها المناسب لحاجات معينه، وظروفها المناخيه وظروف التربه مهيئه لاستثمار معين. فبالتالي احنا مهمتنا ان احنا كل الحاجات اللي هي معطله او الناس نخلق قيمه مضافه اضعاف على هذا الأصول المهدرة أو معطلة حتى هذه اللحظة. سؤالنا الأخير، رؤيتك لمستقبل الاستثمار في الطحالب في مصر؟ واعد، صاعد، مضمون. طيب، دي الرسالة الأخيرة من المهندس حاتم الكومي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ليك، وشفنا الحقيقة يعني شغل ممتاز لحضرتك في الخطاطبة وفي أبو غالب وفي كمان سلسلة محلات لتوزيع أو بيع منتجات الطحالب السويري لينا، وشفنا إقبال عليها خاصة من الناس اللي عندهم مشاكل صحية. شفنا أب عنده ابنه يعاني من التوحد وكان بيشتري طحالب السويري لينا أو منتج ليها. إن شاء الله يكون في توسع أكتر خلال الفترة الجاية، ويكون في شغل، واللي احنا كبرنامج بنتمناه يكون في شغل أكتر في منطقة المغرى باعتبارها من المناطق المهمة والاستراتيجية وأحد أهم مناطق مشروع المليون ونص من فدان، وفيها مشاكل كتير بتواجه السادة المنتفعين هناك. شكرا جزيلا لحضرتك باشمهندس حاتم الكومي، شكرا جزيلا ليك. شكرا. مشاهدينا هنطلع نشوف تقرير مهم جدا من محافظة المنوفية، من قرية كمشيش في محافظة المنوفية. كنا مع المزارعين هناك وبنتكلم عن تجربة جديدة لها علاقة بموضوع الحلقة اللي كنا بنتكلم فيه، وهو الزراعة الأورجانيك. شفنا ما شاء الله أحد المزارعين زارع حوالي مساحة 2 فدان، الإنتاج كان الضعف بالزراعة العضوية بإشراف طبعا من الدكتور محمد فتحي سالم. وهنطلع اللقاء مع المهندس محمد حجازي، وهو مسؤول الدعم الفني عن محافظة المنوفية في شركة رويال جرين تكنولوجي اللي بيرأسها الدكتور محمد فتحي سالم. هنشوف التقرير ونرجع لكم في مفاجأة ومبادرة جديدة لشباب المليون ونص في المليون فدان، انتظرونا.
مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. شفنا في تقرير سابق عمليه حصاد لمحصول الفاصوليا، لكن ما تكلمناش عن الامور الفنيه بصوره معمقه، عن الانتاجيه، عن مواصفات حبات الفاصوليا. النهارده معانا الاستاذ محمد حجازي من قريه كمشيش محافظه المنوفيه، ومن ارض الواقع هنتكلم عن محصول الفاصوليا وانتاجيته ومقارنه بالزراعه التقليديه ومواصفات الحبايه كمان. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ شعبان. استاذ محمد، يعني عاوزين من حضرتك تتكلم لنا عن هذا المحصول على مساحه 42 ايراد ومواصفاته مقارنه بالزراعه التقليديه، او كلمنا على التجربه الاول. والله احنا عندنا في المنوفيه هنا المحصول الاساسي شتوي، يعني الفاصوليا الناس بتفضلها كمحصول استراتيجي من المحاصيل اللي هي ان هم يزرعوها شتوي في المنوفيه هنا، فبيزرعوا كميات ارض كبيره، وعارفين الانتاجيات بتختلف معانا طبعا. اللي بيزرع بالكيماوي بيبدا مثلا انتاجيته مثلا يعني بيزرع وبيكلف وعشان يلاقي مثلا 700 كيلو في النهايه من الفدان، تمام. طبعا احنا عندنا انتاجيات مختلفه تماما عن 700 كيلو والكلام ده كله، تمام، لان الشتوي معروف ان هي فيها امراض كتير وفيها مشاكل كتير وكده، فبتجيب انتاجيتها قليله، تمام. تاني حاجه ان كثافه النباتات بتبقى قليله في الفدان، عشان كده الانتاجيه بتبقى قليله. احنا بفضل الله، اولا بفضل الدكتور محمد فتحي سالم العالم الجليل اللي احنا المفروض كلنا نكرمه طبعا ونديله حقه في الانجاز العظيم اللي احنا وصلنا ليه بسببه وبفضله ده، تمام. احنا بنوصل من 1300 ل 1500 في الفدان، وده رقم كبير جدا. 1300 كيلو. 1300 كيلو، يعني طن و300 كيلو لطن ونص في الفدان الشتوي. انا بحب اوضح الحته دي، ان احنا بنتكلم دلوقتي على العروه الشتويه، ما بتكلمش على العروه الصيفيه، لان في فرق في عدد النباتات، في فرق في كثافه النبات، دي كلها بتختلف. احنا بنوصل في العروه الصيفيه بنعدي من 2 طن لفوق ال 2 طن، 2000 كيلو من فوق ال 2000 كيلو كمان. طيب بالنسبه لمواصفات الحبايه، يعني نتكلم على مواصفات الحبايه مقارنه ب، يعني احنا قلنا الانتاج من 700 كيلو ل 1300 كيلو، يعني حوالي الضعف. عاوزين نتكلم كمان على مواصفات الحبايه والمميزات الخاصه بالزراعه الحيويه بالنسبه لمحصول الفاصوليا. والله احنا عندنا المواصفات ما شاء الله، يعني احنا المواصفات في الحاجات في اي زرعه حيويه بتبقى مواصفات عاليه جدا، يعني مواصفات رقم واحد يعني، تمام. فاحنا عندنا في الفاصوليا، عندنا الفاصوليا ما شاء الله، يعني احنا معانا شويه فاصوليا هم عاوزين نبص عليهم كده. بياض الحبايه ده والصلابه بتاعه الحبايه ديت ما بتبقاش في الفاصوليا الشتوي خالص، تمام. فاحنا دي الصلابه نفسها ديت ما بتبقاش كده خالص في الفاصوليا الشتوي، دي مش فاصوليا دي نقول عليها فاصوليا صيفي. الصلابه ديت ما بنلاقيهاش في الفاصوليا الشتوي اطلاقا، تمام. بالنسبه للون، بالنسبه للطعم، ايوه بالنسبه للون طبعا، بالنسبه للبياض، البياض بتاعها البياض ناصع، تمام. المفروض الفاصوليا البيضه في العروه الشتويه المفروض بعد لو اتركنت يومين اتنين لونها بيغمق او يبهت، لونها يبقى لانها بيبقى فيها نسبه ايه رطوبه. اما عندنا الصلابه ما شاء الله اللون زاهي جدا اهوت، حاجه جميله جدا، حجم الحبايه ممتاز جدا. لو مسكنا الحبايه كده ودوسنا عليها بسنان نلاقي حبايه صلبه معانا، حبايه كويسه جدا يعني. طب بالنسبه يعني لو عدد الحبايات في الفص او في فص الواحد من الفاصوليا، والله مقارنه بالعادي، بالنسبه للعادي المفروض في العروه الشتويه ديت القرن بيشيل من 3 حبايات لاربع حبايات. احنا عندنا ما شاء الله دلوقتي احنا عدينا من 4 حبايات ل7 حبايات، يعني احنا بدانا من حيث انتهى الاخرون، انتهى الاستماد العادي، تمام. احنا بدانا عندنا في البركه الواحده من 4 القرن الواحد من 4 حبايات ل7 حبايات، يعني عندنا قرن فيها 4 وقرن فيه 5 وقرن فيه 6 وقرن فيه 7، الطب بتاعنا 7 حبايات. طب بالنسبه للجوده الخاصه بهذا المحصول، او احنا اتكلمنا في الجوده بالنسبه للتكلفه، يعني لو اتكلمنا في نقطه التكلفه الخاصه بالسماد الحي ومقارنه بالتكلفه العاديه بالنسبه للمزارع. والله بالنسبه للمزارع في حكايه التكلفه ديت طبعا احنا عارفين ان المنوفيه بس اللي بتزرع فاصوليا، اكتر محافظه بتزرع فاصوليا بيضة في الشتاء يعني، تمام، علشان هي بتعرف تقاوم وبتعرف بقى ترش فطري وتعرف ترش مش عارف ايه، فبرش فطري كتير جدا علشان يقاوم الندوات ويقاوم القصه دي كلها
ده اللي هم بيشتغلوا كيماوي تمام، باضافه ان هو بيحط بيضيف يوريا، بيضيف مش اقل من 4-5 شكاير يوريا واربع خمس شكاير نترات، وبيضيف الخدمه سوبر فوسفات، وبيضيف كبريز زراعي غير الماده العضويه، فتكلفه عاليه جدا تمام. بالاضافه بقى ان طول السنه طول العروه رش 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 حشري، رش فطري، رش مش عارف ايه مغذيات تمام. احنا عندنا بنستخدم منتجين اتنين فقط، المنتج نوفا بلس تسميد ارضي، وبنستخدم رش ورقي من عمر 35 يوم اللي هو النوفا كي بس فقط لا غير. اقل في التكلفه بالنسبه للتاني ولا موازي لي؟ لا اقل طبعا اقل. وتاني حاجه ان هي انت معروف انت شغال بايه، يعني عندك النوفا بلس تنزله في الارض كفاءه النبات عندك ومناعه النبات عندك عاليه جدا، النوفا كي بترشه بيحميك من ندوات، غير ان هو بيديك نمو خضر عالي، غير ان هو بيديك دفع للتزهير، يعني ليه خصائص كتير جدا وليه استفادات كتيره جدا بيعملها، وما شاء الله يعني عندنا انتاجيه ممتازه جدا. احنا واقفين في ارض الواقع اهوت وشايفين فاصوليا حاجه جميله جدا، ربنا يبارك للي زارع وربنا يبارك للدكتور محمد فتحي سالم ان شاء الله، ونتمنى ان مصر كلها تزرع حيوي. طيب احنا هنا في محافظه المنوفيه زرنا العام الماضي محصول او تجربه مزروعه بالفاصوليا، هل التجارب المستخدم فيها السماد الحيوي زادت او انتشرت في محافظه المنوفيه باعتبارها هي من اكبر المحافظات زي ما قلت اللي هي بتزرع فاصوليا في موسم الشتاء؟ والله حجم الانتشار بالسماد الحيوي، حجم الانتشار طبعا احنا انتشرنا، احنا بننتشر في المحافظات كلها مش في المنوفيه بس، يعني احنا منتشرين في لدرجه ان في ناس في بني سويف زرعت فاصوليا اما شافوا التجربه بتاعتنا وعندهم نتائج كويسه جدا، وناس في البحيره اللي هي ما تزرعش فاصوليا خالص زرعوا فاصوليا برضو اما شافوا وشجعناهم ان هم يزرعوا ومش هيجي لهم امراض ومش هيجي لهم مشاكل وحاجات من دي تمام. والمساحه هنا في المنوفيه طبعا زادت 5-6 اضعاف، يعني كل المساحه اللي احنا فيها ديت كلها حيوي، المساحه دي كلها كده لو الكاميرا تجيب معانا كده المساحه وتكشف معانا المساحه تقريبا نسبه 60% منها فاصوليا كلها حيوي ما فيهاش اي كماوي، يعني احنا عاوزين نصور حاجه نقارنها بشغلنا او كده جنبنا مش لاقيين يعني. شكرا جزيلا ليك استاذ محمد حجازي، شكرا جزيلا لحضرتك، ونتمنى زي ما انت قلت ان يكون في توسع في زراعه السماد الحيوي في مصر. شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك يا استاذ شعبان، وشكرا لفريق العمل بتاع حضرتك، وانتوا شرفتونا النهارده في المنوفيه، ونتمنى من الزياره دي تتكرر تاني وتاني وتاني وتاني. شكرا شكرا مشاهدينا، زي ما شفنا تجربة عظيمة جدا مقارنة بالإنتاج حوالي الضعف، التكلفة أقل من الزراعة العادية أو التقليدية باستخدام الكيماوي، حجم وجودة الفاصوليا أفضل. تابعونا في برنامج من سيزرع المليون وتجارب جديدة لزراع المليون، ومعكم شعبان بلال. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه في برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه زي ما قلنا قبل الفاصل او قبل التقرير معانا مبادره مهمه جدا في من قبل جمعيه مزارعي المليون ونصف المليون فدان اللي بيراسها المهندس عادل زيدان احد رواد استصلاح الاراضي وزراعه المليون ونصف المليون فدان. هذه المبادره اللي تابعناها على مدار الشهر وكله اللي فات كانت عبارة عن عدة لقاءات بين الأستاذ عادل زيدان ومعالي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لعرض هذه المبادرة. هذه المبادرة عبارة عن قيام مراكز الشباب بتأسيس شركات في الريف المصري الجديد للحصول على أراضي من مشروع المنوس ومنو فدان، بوقع كل شركة 10 أفراد. وعلى الجانب الثاني يتم إنشاء مراكز شباب في أراضي المليون ونصف المليون فدان. تخيلوا لو هذه المبادرة تمت هنوصل لفين، وإيه النتائج اللي هتعود على مشروع المليون ونصف المليون فدان. إحنا معنا المهندس عادل زيدان رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف المليون فدان. مهندس عادل،
مهندس عادل زيدان. اهلا بك يا استاذ شعبان. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم. هذه المبادره عاوزين نعرف من حضرتك يعني نتائج اللقاءات حضرتك مع معالي وزير الشباب والرياضه، ووصلنا لايه في هذه المبادره وتفاصيل اكتر عنها. والله يا فندم الاول انا بشكر سعادتك على المداخله، ومن خلال يعني برنامج منسى ازرع المليون بقول لكل مزارع المليون ونص فدان، بنقول لشركه الريف المصري الجديد، بنقول لكل شعب مصر كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة على مصر كلها يا رب. وطبعا بشكر سعادتك والقائمين على القناة والقائمين على البرنامج على اهتمام حضرتك بان حضرتك تكلمنا ربنا يخلي حضرتك عن هذه المبادرة، وان انت تعرف يعني تعرف الناس تفاصيلها يعني. فايه تفاصيل هذه المبادره بالنسبه للناس؟ الناس محتاجه تعرف اكتر عن هذه المبادره اللي اطلقتها جمعيه مزارع المليون نصف مليون فدان وعرضتها على معالي وزير الشباب والرياضه. والله طبعا هي المبادره كانت في شكل مناشده، اتمنى انها تنال قبول شركه تنميه الريف المصري الجديد، واتمنى ان هم يا ربي يفعلوها، واتمنى انها تنال قبول كل الشباب اللي موجودين في مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه. الحقيقه هي المناشده تمت بشكل شخصي في البدايه لمجرد انها كانت فكره عندي يعني، فحبيت اطرحها من خلال البرنامج بتاع برنامج بيوتنا في صدى البلد، وبرنامج سوق مصر، وبرنامج حوار استثمار عندكم في الصحه والجمال. هي المناشده بتقوم على مناشده السيد دكتور اشرف صبحي معالي الوزير وزير الشباب والرياضه، على ان يدعو مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه انهم يعني يتم توعيتهم ودعوتهم لانهم ياسسوا شركات شباب في شركات الريف المصري الجديد، والانضمام لمشروع المليون ونصف المليون فدان. والحقيقه طبعا مراكز الشباب تبلغ 4200 مركز على مستوى الجمهوريه. ال 4200 مركز على مستوى الجمهوريه يعني لو تم تاسيس شركه في كل مركز شباب، وكلنا نعلم ان مراكز الشباب ديت منتشره في جميع انحاء الجمهوريه، وطبعا اهالي القرى والكفور والنجوع يعني هي مراكز الشباب الحقيقه هي المنفذ الوحيد ليهم او المتنفس الوحيد ليهم داخل القرى، بيروحوا يلعبوا كره القدم والطايره وجميع اللعبات اللي بيوفرها كل مركز. حتى لدرجة ان هم بيروحوا يتفرجوا على ماتشات الكوره داخل مراكز الشباب. حقيقي فمراكز الشباب داخل الكوره والنجوع في الحقيقه بتقدم دور يعني توعوي كبير، ويعني فمن يعني دائما وابدا وبتجمع فئه مهمه جدا، يعني بتجمع اهم فئه في المجتمع وهي فئه الشباب. بالظبط، ودلوقتي مصر طبعا محتاجه لكل ايد نظيفه وجاده، ومحتاجه نسيج مجتمع يجمع ما بين ابن الريف وابن الباديه وابن الحضر، وعشان ننضم لي او عشان نبني بلدنا جنبا الى جنب مع الحكومه. الحقيقه الحكومه في الوقت ده بتتبنى مبادرات كبيره جدا، من ضمنها مبادره حياه كريمه السيد الرئيس بيتبناها وبيرعاها وبيشرف على تنفيذها مع بعض الوزارات الاخرى، الحقيقه عشان يعني تطوير الريف المصري القديم. فالاولى ان احنا كمان نتبنى مبادرات يعني يكون من شانها خلق ريف مصري جديد مع شركه تنميه الريف المصري الجديد، وخلق مجتمعات زراعيه صناعيه عمرانيه جديده من خلال مشروع المليون ونصف المليون فدان، اللي بيعتبر هو عاصمه مصر الزراعيه الجديده، وبيعتبر هو الطريق الصحيح لبناء قرى جديدة يعني نعوض بيها الفاقد من الرقعة الزراعية اللي تعدى عليها في الريف، ونوفر من خلالها فرص عمل،
الحقيقه كنت يعني المناشده اللي انا فيها من مناشده معالي الوزير ان هو يعني بالاتفاق مع شركه الجيف المصري بنتمنى انه يعني يوفر ثلاث مراكز شباب في ثلاث مناطق بتوع المليون ونص قدام منطقه المغرى ومنطقه غرب المنيا ومنطقه الفرافره علشان تكون يعني مكان او متنفس ترفيهي لشباب خريجي المليون ونص فدان بعد يوم زراعي شاق، ويعني تدعم المشروع وتساعد في توطين الشباب في مشروعات المليون ونص فدان ومشروعات شركة الريف المصري. الحقيقة شركة الريف المصري يعني بتجاهد وبتحاول توفر كل اللي يدعم المشروع وكل اللي ينمي المشروع وكل اللي يريح الشباب. اخيرا تم يعني اعطاء فرصه سنه جديده في سنوات السماح بالاضافه لتقليل الفائده وخلاها فائده تنافسيه مش متزايده، بالاضافه ان شركه الريف المصري يعني سمحت في داخل الشركات لدخول وخروج الشباب داخل الشركات. الحقيقه كانت اول مناشده لمعالي الوزير هو ان تبنيه عمل مراكز شباب داخل الثلاث مناطق مع شركه الريف المصري والتنسيق مع شركات الشباب ومع مراكز الشباب وشركه الريف المصري ووزاره الشباب اللي من شانها تطوير الشباب ورفع كفاءتهم وتدريبهم ليك عشان يكونوا جاهزين لسوق العمل. فقلنا لو ان وزاره الشباب تبنت مبادره بعمل شركات الريف المصري، احنا عندنا 4200 مركز شباب او كل مركز شباب يعني عندنا 4200 شركه 4200 شركه ب 10000 شاب تقريبا، يعني 10000 تحويل 10000 شاب ل 10000 مستثمر ل 10000 مساهم منتج في شركات الشباب في الريف المصري، 10000 منتج من شانهم لو كل فدان بيوفر فرصه عمل مباشره. لو احنا قلنا 10000 شاب و 4200 شركه في 238 فدان، يعني تقريبا مليون فدان يوفر مليون فرصه عمل مباشره معايا سعادتك، واثنين فرصه عمل غير مباشره، بنتكلم في 3 مليون فدان تقريبا. لكن يعني طبعا معالي الوزير احنا طبعا بنشكره على تبنيه المبادره، والحقيقه ده بيبين ان عندنا المؤسسات الحكوميه والوزارات يعني بتدعم كل ما هو منتج وكل ما هو وطني. والحقيقه بالذات يعني بالذات الوزير اشرف صبحي الحقيقه يعني في اي مبادرات شبابيه بيتبناها، واحنا استاذ عادل ان شاء الله يعني في المرحله اللي جايه او الخطوه اللي جايه هنبقى عاوزين من حضرتك معلومات اكتر او تفاصيل اكتر عن هذه المبادره ووصلنا لايه فيها وايه النتائج بتاعتها، وممكن البرنامج كبرنامج يعني مهتم بمشروع مليون ونص مليون فدان ندعم هذه المبادره اعلاميا وندعمها بين شباب المليون ونص مليون فدان وشباب مراكز الشباب في على مستوى الجمهوريه. يعني جهد مشكور من سيادتك طبعا ان حضرتك تطرح هذا الكلام، ولكن ان شاء الله باذن الله فور ما تاخد المبادره الشكل الرسمي، وده مش هيتم غير بمواطنه شركه الريف المصري الجديد. وطبعا الحمد لله مع الوزير وافق وشكل لجنه لرئاسه الشركه اللي هو اسماعيل الفار وكيل اول الوزاره، والدكتور محمد عبد الدايم مسؤول رياده الاعمال في الوزاره، والدكتور احمد جمعه مبارك اللي هو معاون مع الوزير، والدكتور عمرو حداد مدير مكتب الوزير، والدكتور كريم مدير مكتب الوزير. واحنا معانا صور لقاء حضرتك على الهواء اهي مع معالي الوزير ويا الاستاذ ابراهيم الشواربي احنا كلنا كل الوزارات كل من يعمل يعني تحت رئيس الجمهوريه، واحنا واخدين تعليمات من الرئاسه بان كل ما يخدم المجتمع المدني وكل ما يخدم الشعب المصري وكل ما يعود بالنفع على الشعب المصري وكل ما يدعم المشروعات القومية احنا فورا بنتبناه وبنحاول ندرسه، وبعد دراسته اذا لقينا ان هذا المشروع او اي مبادرة في صالح الشعب المصري احنا بندعمها وبنقف جنبها. احنا بنشكر معالي الوزير وبنشكر كل القائمين على وزارة الشباب والرياضة
بانهم لبوا المبادره ولبوا المناشده فورا بمجرد وان شاء الله وان شاء الله استاذ عادل كمان شركه الريف المصري تلبي ايضا طلبات هذه المبادره. وانا بشكر حضرتك جدا وان شاء الله يكون في لقاء اكبر واوسع مع حضرتك يعني خلال الفتره الجايه ونشوف الخطوات اللي تمت في هذه المبادره اللي لها عوائد كبيره جدا على مشروع المليون ونصف المليون فدان. بشكر حضرتك جدا استاذ عادل زيدان رئيس جمعيه مزارعي المليون ونصف المليون فدان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. مشاهدينا شكرا جزيلا لكم. تابعونا ان شاء الله في برنامج من سيزرع المليون كل خميس الثامنه مساء ومعكم شعبان تلال. أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابنك.